كنتي تصحابكم نخرج من الليل ها كان كيتصحابكم نخرج من الليل والله لا خرجت من الليل خرج منا خوت مرحبا بكم مرحبا بكم في روتيني اليومي سمحوا لي الى هذا الورد دابا انا راه معكم كنفيق يعني تنفيق تنشارك معكم هذاك الشيء اللي درتو من الصباح حيت عزازنا عليا روتيني اليومي بالله تسمحوا لي هذا الورد هذا لا فخامة الله عندي الفاز اوف سمحوا لي بقى الدار اليمنى استرجل الحي 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 الباب هذا الباب هذا الشرجم هذا الشرجم هذا الى تسد بحال هكا راه كيكون مسدود الى درتي ليه بحال هكا كيكون محلول فهمتي الشرجم الزليج هذا بار كوموند الزليج هذا الزليج الفايروس تاع هذا الفايروس مازال مازال غنكتشفو بزاف الحوايج خوت هذا الشرجم تا هو الشرجم بحال ديال قبيله هادي البيت هنا كندير التلفازة فهمتي كندير التلفازة تما وانا نحيدها من تما وبقاو هذوك ربعة الكروات تما تما كانت التلفازة هادو المانطات الوسايد راه هما فيس سي فهمتي الوسايد هادو هاد الوسايد هادو الا بغيتو تلقاو بحالهم راه كاينين في مير لا شوب بالنسبة للناس اللي ما عمرهم شافوا الباليزة الباليزة سا هي هادي الباليزة هذا الفاز الفاز حداه مكانة الفاز حداه المكانة سيدي سيدي بلاتي نشوف هاد المكانة الخوت بالنسبة لهاد المكانة هادي كنت باغي نديرها في هاد الجهة هادي ولكن كتاب عليها وحنا نديروها في هاد الجهة شو سبحان الله الأرزاق بلات نشوف الكوزينة كوزينة الخوت ها الكوزينة شو الخوت هي هادي الناس اللي ما عارفاش هادي راه السميدة وهذا هادي المحمصة هذا الطحين الطحين هذا العسل العسل قبل ما تهضر مع شي واحد تشرب جغمة حلي باش تولي هذا التي كافي سكر زعما هي تيدو جافيل والسكر الشرجم ويلي كنت غنسى الشرجم الخوت هذا هو الشرجم اللي في شكل هذا الشرجم والله اخوان الثلاجة ويلي ويلي الثلاجة الدراري الثلاجة فيها ملويه شتيها كنديرها في الميكرون تتولى تضحك شنو هادي شدق هذا الشدق شنو هادي الخوخ وما جواره شكالة الثلاجة اخوان بلات مرايا هذاك انا الخوت هذاك هذيك الرشاشة اخوتي الله يلا الرشاشة بالرب شو كي دايرة سبحان الخالق الرشاشة هذي فيزاغرا فيزاغرا الجنب الجنب ديال الباب سبحان الله صح نشوف الكولوار كولوار تريبل سانك تريا تريا صافي وسنتمنى الاخوان ان هاد الروتين يكون عجبكم فهمتوا ويكون يعني فيه افاده للوطن العربي التحية لكم الخوت ورانا كنموت شكرا